عندنا الحيوانات والصفات اللي بتوصف الحيوانات. تعالوا نشوف اول حاجه الكروكودايل. الكروكودايل اوصفه بايه؟ ممكن اوصفه ان هو هيوج يعني ضخم، سكيري يعني مخيف. تعالوا نعمل الجمله كروكودايلز ار هيوج اند سكيري. ها يلا يا سلمى اعمل لي جمله على الكروكودايلز. كروكودايلز ار هيوج اند سكيري. يبقى الكروكودايل ببطل كده وبركز، الكروكودايل بوصفه بايه؟ هيوج سكيري. تعالوا بقى للسناكس. سناكس ار بوصفها ان هي ايه؟ خطيره. خطيره يعني ايه؟ دينجرس. يبقى سناكس ار دينجرس. سناكس ار دينجرس. يبقى السناكس بوصفها بالايه؟ بالدينجرس. طيب تعالوا سبايدرز، احنا عارفين ان السبايدرز ايه؟ مفيده. خلاص؟ يبقى سبايدرز ار هيلبفول. سبايدرز ار هيلبفول. هيلبفول يعني مفيده. ليه بقى؟ بتاكل تتغذى على الحيوانات الايه؟ الحشرات الايه؟ الصغيره. They eat small insects. They eat small insects. هما مفيده ليه؟ عشان بتتغذى على الايه؟ small insects. نيجي بقى للايجلز. ايجلز برضو نفس الكلام، بتتغذى على الحشرات. يبقى ايجلز ار هيلبفول. هيلبفول. انا هقول لكم الحيوان وانتوا تقولوا لي الصفه بتاعته. سناكس. Snakes are dangerous. بوصفها ان هي ايه؟ dangerous. كروكودايل. كروكودايل. الصفة، عايزة الصفة بس. huge and scary. spider. helpful. helpful. eagle. eagle. helpful. أنا عايزة الصفة، أنا هقول الحيوان وأنتوا تقولوا الصفة. يعني كروكودايل huge and scary. طيب snakes dangerous. spider helpful. eagle helpful. طب ليه هما helpful؟ they eat small insects. لو جات لنا الجمل دي متلخبطه نقدر نرتبها. اول حاجه اسم الحيوان، اول حاجه اسم الحيوان، وبعدين فيرف تو بي. طب لو انا عندي اسم الحيوان مفرد، يعني لو هقول snake، يعني عايزه اقول الثعبان خطير. سنيك مفرد اهو، هقول از ولا ار؟ هقول از. طب قلت سنيكس يبقى هقول ايه؟ ار. ركز من الحته دي، لو جبناه مفرد اكتب ايه؟ از. لو كتبناه جمع اكتب ايه؟ اكتب ار. سنيك لو مفرد اهي از دينجرس. اللي عايز يكتبها مفرد ماشي، اللي عايز يكتبها جمع ماشي. المهم نركز احنا كتبنا ايه؟ هنا مفرد ولا جمع؟ مفرد احط از، جمع احط ايه؟ احط ار. وبعدين الصفه، يبقى اسم الحيوان وبعدين اس او ار وبعدين الصفه. ده الجزء بتاعي، الاسم نون اللي هو اسم الحيوان، وبعدين فيرب تو بي اللي هو اس او ار، وبعدين الصفه الادجكتيف. يبقى دي التركيبه بتاعتي. يبقى لما اجيب لك الجمله دي متلخبطه تقدروا ترتبوها لي؟ ها هنقدر نرتبها؟ طيب هنعمل الجملة ونشوف هنرتبها ازاي. هنكتب عن حيوان ايه تاني موجود عندنا؟ بليكات. البليكات ايه؟ عايزة اقول ماشي. ايف وبليكات وسمول وفيش. ها مين يرتب الجملة دي؟ ها قول. بليكانز. بليكانز هنعملها جمع. بليكانز أول حاجة الاسم بليكانز، وبعدين الفعل اللي هو بليكانز إيت سمول فيش. عرفنا نرتبها ازاي؟ طيب عندي كلمة دينجرس. هي مثلا عندنا بط و ار و سنيكس و سكيري و اند. ها مين يرتب لي الجمله دي؟ اول حاجه، اول حاجه مين؟ ها سنيكس. وبعدين ار. ار ايه؟ سنيكس. خطيرة ومخيفة. زودت الصفة بقى. سكيري. دينجرس. دينجرس. ها. سكيري. ها.
نيرة سنيكس أور دينجرس أند سكيري. لو زودنا صفة تانية هنحط أند ونحط الصفة عادي يعني ما نتلخبطش، يبقى سنيكس أور دينجرس أند سكيري. فهمنا كده ازاي نرتب الجملة اللي فيها الصفات؟ أول حاجة اسم الحيوان، بعدين إز أو آر، وبعدين الصفة. طب لو عندي الصفتين، الصفة الأولانية وبعدين أند وبعدين الصفة التانية، تمام كده؟ طب لو عندي مفيش عندي فيرب تو بي، أدور على الفعل، أول حاجة الاسم وبعدين الفعل وبعدين تكملة الإيه؟ تكملة الجملة، زي بيليكان إيت سمول فيش. فهمناها؟ كروكودايلز آر هيوج أند سكيري، سنيكس آر دينجرس، spiders are helpful, they eat small insects, eagles are helpful. فهمناها؟